ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد من الضريب ورأس الجاني وكون هذا الوصف الأصل أن المضاف لا تفعل لا تقول الغلام زيد ولا الكتاب محمود لا يقال هذا لكن غريب أن هذا الوصف تدخل عليه وصل البذا المضاف وهو الوصف الدال على الحال أو الاستقبال المضاف إلى معموله تقول زيد القارئ الكتاب لا شبيه جاء زيد القارئ الكتاب جاء زيد القارئ نعت زيد والكتاب المضاف إليه وصلت أل بذا المضاف لأنها موجودة في المضاف إليه وكذلك إذا كان مضاف إلى مضاف إلى ما فيه تقول زيد جاء زيد القارئ كتاب النحو القارئ مضاف إلى كتاب ليست في أن لكن مضاف إلى النحو ونحو في أن أنا أقول وصل أل بذا المضاف من مغتفر ووصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب ورأس الجاني ترك رحمه الله إذا كانت مضافة إلى مضاف وهي قد مضافة إلى ضمير ما في ال تقول جاء الرجل الضارب غلامه صحيح جاء الرجل الضارب غلامه الضارب مضاف إلى غلام وغلام مضاف إلى ولا ضمير لما في ال جائزة أنا قوله وكون ماذا قال وصل بذا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو ومع ذلك أقول لك الأصل نصبه الأصل النصب تقول جاء زيد القارئ النحو أو القارئ كتاب النحو وهذا مفهوم من قوله وصل بذا المضاف المغتفر كلمة مغتفر تدل على أن الأصل خلافه لماذا نصب؟ لماذا نصب؟ مضاف إليه لأن الوصف اسم فاعل يعمل عمل فعله سوف يأتيك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه المعزلي يعرب مثلا به تقول جاء زيد القارئ النحو القارئ صفة والقارئ تتحمل ضميرا هو الفاعل والنحو مغولا به منصوب والقارئ لا ينتهي قرار عمل اسم الفاعل وكون هذا الوصف كافا إن وقع مثنى إذا كان الوصف المضاف مذنن أو جمع اتبع سبيله وهو جمع السالم تستطيع أن تضيفه إلى ما ليس فيه تقول جاء الرجلان الضارب زيد وجاء الرجال الضارب وعمر جائز لا شيء فيه قال إن يرميا عني المستوطنا عدن قال ليس الأخلاء بالمصري مسامعهم إذا كان مفردا وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم لا يجوز في ذلك لا يضاف الا الى ما فيه وربما اكسب ثاني اولى تانيثا ان كان لحذف مهلا يكسب المضاف الى المضافة تانيثا اذا امكن اسقاط المضاف واحلال المضاف الى محله تقول قطعت بعض اصابعه بعض مذكر تقول جاء البعض ولا تقول جاءت البعض لكن بعض ضيف الى الاصابع ولذا فاكتسب التانيث ولذلك ونذا الفعل قلت قطعت وقل تلتقطه بعض السيارة بعض ضيف للسيارة مؤنثا اكتسبت من التانيث قال ان الذين حقت عليهم كلمات وربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كل مذكر تقول جاء الكل ما تقول جاءت الكل لكن كل ضيف الى آية جاءت العدوى صار أنثى قلنا جاءتهم كل آية وعكسه يكسب المضاف إليه المضافة تذكيرا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله رحمة وضيفة إلى الله جل جلاله وأخبر عنها بقريب لم يقل قريبة هذه بدون شرط أن تكون مرحلة لم أسمعك هذه بدون أن اشترط أن تكون صالحة لأن يحل المضاف إليه لا بد من إحلال محله تستطيع أن تقول إن الله قريب من المحسنين أنا أقول إيه وربما أكسب ذاين أولا تأنيثا إن كان لحذف ولا أقرأ ولا يضاف اسم بما به اتحد معنا وأول موهما إلى ورد الأصل أن المضاف إليه يكسب المضاف تعريفا أو تخصيصا فلا بد أن يكون غيره لأن الشيء لا يخصص نفسه ولا يعرفه واحد اسمه سعيد ولقبه كرز لا تقول جاء سعيد كرزي إلا على معنى آخر أن تجعل سعيد مسمى وكرز الاسم تقول جاء مسمى الاسم والمسمى غير الاسم ما اسمك؟ فيصل لا
فيصل ليس الشخص الذي أمامها، ليست فيصل هو غيرك، بدليل أن كلمة فيصل كانت موجودة قبل ولادتك فهي غيرك قطعا، يعني المسمى غير الاسم، فتجعل الأول مسمى والثاني اسم. جاز جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، محمد الأمين شيء واحد، محمد اسمه صلى الله عليه وسلم والأمين لقبه، تقول جاء مسمى الاسم أنا قوله، ولا يضاف اسم لما به اتحد معه. وأول مهم يا جاءك في العربية ما ظاهره أن الشيء يضيف على نفسه أوله سكناك تقول بطرق، قالوا حضرت صلاة الأولى، صلاة هي الأولى، صلاة هي الأولى، أضفت الشيء على نفسه تجعل أنك أضفت صلاة وأسقطت المضاف إليه، والأولى صفة للمضاف المحذوف، والأصل صلاة الساعة الأولى. أول تقول زرت مسجد الجامع، مسجد هو الجامع، تقدر نصف مسجد المكان الجامع، حبة الحمقاء، حبة البقلة، الحمقاء وهي الرجل المعروف عندنا المدينة نسميها الرجل، حبة البقلة الحمقاء، هذا من قوله ولا وأول موهما إذا أراد قرأ. وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض يا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع، إلاءه اسم ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوى ليسعدي وشد إلى يدي للبي. قال بعض الأسماء يضاف دائما، ابن مالك يعتبر كثيرا مفهوم المخالفة، أيوة بعض الأسماء لا يضاف، المضمرات لا يضاف، الأعلام لا يضاف، الأسماء المصرية لا يضاف، أسماء الشرع لا يضاف، وأسماء وضع مع ذلك بعض الأسماء يضاف دائما، نحو عند وأمام وخلف ولدا وقصارى جهدي وهما دا جهدي ولبيك وسعديك وهداليك تضاف دائما. وبعض ذا قد يأتي في اللفظ المفرد وفي المعنى هو المضاف، فقل كل يعمل على شاكلته، كل مضاف في المعنى التنوين نائب عن ما وظيفة له، كل شخص، وأنتم حينئذ إيه تضاف دائما إلى الجمل، ومع ذلك جاءت مفردة في اللفظ فقط. وبعض ذا قد يأتي لفظ مفردة، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلىه اسم ظاهرا، أيوة البعض، أو البعض يجوز أن يليه اسم ظاهر واسم مضمر، والبعض لا يليه إلا الظاهر، والبعض لا يليه إلا المضمر. تقول قولوا لا يليه إلا الظاهر، نحن علو قوة، لا تقول هند لا تقن، لا كرم، لا تكرم، وقصارى تين اثنين، تقول قصارى جهدي وقصاراه، وحمادا جهدي وحماداه، غايته. وبعضها لا يضاف الا الى الضمير وحده، تقول جيت وحدي ووحدك وحده، ومع ذلك ان مع ذلك تضاف الى الضمير المتكلم والمخاطب الغائب. وبعضها لا يضاف الا الى المخاطب، نحو لبيك وسعديك وهنانيك وحلاليك، لا واضح؟ أنا أقول إيه؟ وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلىه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوى لسعدي وشد إلى يدي للبي. قال دعوت لما نابني مسورا فلبى يدي مسوري، لم يقل لبيك ولم يقل لبيه، قال لبى يدي مسوري، لبي وضيفة اسم ظاهر.